بيروتي. اه حبيبي، انت كنت بتكلم مين؟ لا ده الدراي كلين. الدراي كلين هيحول لك فلوس على النمسا؟ ايوه، اصل انت عارف انا لما سافرت النمسا كنت نسيت هناك طقم كده، طقم وسخ يعني، ف يعني احول لهم فلوس عشان يغسلوه. والله ومين بقى اللي هتوقعه فنيا ده؟ الحزام. الحزام اه، الحزام اصله البنطلون اسود والقميص اسود والحزام اسود، فالالوان مش لايقه على بعضها خالص، فقلت اوقع الحزام بقى وقعه فنيه من غير ما حد ياخد باله. طب بقول ايه يا بيروتي؟ ايوه، انا عايز الحق انزل بالالبوم قبل ما الزفت اللي اسمه بومبا ينزل. طب بيروتي. نعم. عملت ايه مع الملحنين اللي اديتك ارقامهم؟ ملحنين ايه؟ الملحنين اللي اديتك ارقامهم. عملت ايه مع عمر مصطفى مثلا؟ لا ما لغيت مع الديل. ليه؟ ما اعرفش يكتب، خط وحش قوي. ايوه هو هيكتب ليه؟ ما هو ملحن. والله ايوه. انا اقول خط وحش قوي ليه؟ حرام عليك، حرام عليك يا بيروتي. اتفضل روح كلمه. لا مش هينفع بقى اكلمه تاني، تحرجنيش معاه. طيب عملت ايه مع حسن الشافعي؟ لا بقى ده مش عارف اوصل له خالص بصراحه. ليه؟ كل ما اجي اكلمه يقولوا لي بيحلق. ايه الكلام الفاضي ده؟ مش عاوز الشغل، ما اشتغلش يا اخي. انت كده بتضيعني يا بيروتي. طيب حلمي بكر شتمني، بكلمه راح شتمني انا وحسن شاكوش. طب ايه ذنب حسن شاكوش؟ بيروتي ايوه، تقب وتختص ترجع لي بملحن. اعتبره موجود. مين؟ انا. انت بتعرف تلحن؟ انت بتعرف تكتب؟ بتعرف ترسم؟ انت بتعرف تمثل؟ لا. يبقى على الله. ماشي على الله. طيب سيبني لوحدي دلوقتي. يلا سيبني لوحدي. حاضر. بيروتي. يوه نسيت ايه؟ بومبا. الله الله بيروتي، انا حولت لك كل الفلوس على النمسا ومستني وقوع تيمون. ارجوك يا بيروتي ما تنساش تليفونك في الجراج وتخرج قبل ما يقع في ايد تيمون ويقرا الرساله اللي انا بعتها لك، اللي بتقول انا حولت لك كل الفلوس على النمسا ومستني وقوع تيمون. ماشي يا بومبا ماشي، انت اللي ابتديت. يا نهار اسود، العربية ما فيهاش فرامل. ايوه انا اللي قطعت لك سلك الفرامل. ليه يا غبي؟ انت اللي ابتديت يا بومبا، عشان الساحة تفضل هي لوحدي. انا هتفرج عليك وانت بتموت ويفضل بس اسم تيمون. تيمون ايه بس اللي هيفضل؟ ما انت راكب معايا وهتموت حالا. ايوه صح. يا نهار اسود، انا ما خدتش بالي لما لقيتك جاي ناحيه العربيه، نطيت استخبيت جوه. انا قلت ده اخر مكان ممكن تشك ان انا استخبى فيه، انا كده هموت. حاسب الاتوبيس النهري. مبسوط باللي وصلنا له؟ انت اللي وصلتنا لكده، انت اللي الفلوس عمتك، انت اللي الشهرة عمتك. مش انت قطعت لي سلك الفرامل؟ وانت قطعت لي سلك الرحم مع ابويا وقلبته عليا. انا اسف يا صاحبي. انا اللي اسف يا صاحبي. انت كويس؟ انا تمام الحمد لله. انت ايه؟ ايه ده؟ انت مجبس الجزمه ليه؟ جالي قطع في الرباط الداخلي للجزمه.